Assalamu alaikum wa marhaba bikum. Je me présente, moi Fraïdi, Data Scientist et Data Engineer à ODBHF Tunis. Moi je connais les DSI à l'événement Tayar et Heda. On s'avère que vous avez le workshop et le workshop. Les trois workshops sont là aujourd'hui, ils parlent de NLP. Pourquoi? Parce que la compétition qui va se faire, il y a un prix très important sur NLP. Donc, من الاول الوركشوب الاولاني كان على النيمد انتيتي ريكوجنيشن مع ياسمين مشكوره برشا ياسر تيار البريزونتاسيون ومن بعد شفنا الكودينغ برشا بايثون برشا سبيسي وحاجات مزيانين مع غفران زاده مشكوره برشا على الخدمه الهائله نتاعها الخدمه هذه كلها موجوده في جيت هاب ريبو نجموا تشوفوها وتوا باش نتعدوا للنيفو ادفانسد النيفو ادفانسد باش يكون مع ال بينما شير سكرين باش ما ننساش اوكي شير سكرين 1 ولا سكرين 2 سكرين 1 الو اوكي الو دونك الوركشوب الثالث باش يكون نيفو ادفانسد باش نخدمو ان ال بي اما بالتنسر فلو مانيش باش نخدمو بسبيسي ومانيش باش نخدمو بايتورش دونك لو شوا نتاعنا هو تنسر فلو علاش الشوا هذا على خاطر كيما تعرفوا دي اس سي تابع جوجل سو سون دي كلوب في لي فاكولتي وتنسر فلو هي تكنولوجي نتاع جوجل دونك ات ميك سنس ان نخدمو بتنسر فلو دونك النيفو هذا الي ان بو افونسي وثما حاجات باش تحسوا روحكم ما فهمتوهمش سهل برشا استعملوا كلمة سحرية اللي هي ما نعرفش شو نحب نتعلم دونك اي واحد باش يتعلم لازم يسأل برشا اسئلة ونحن ليكيب الكل موجودين على ذمتكم باش نجاوبوكم الوغ دونك نحل في الباج فيسبوك باش نجم نتاع زاد لي كومنتير اللي موجودين على اللايف باهي دونك تخليو لي كومنتير على الفيديو ونحن نحاولوا نجاوبكم اذا كان ما فقتش باللي كيستيون نتاعكم بان تو سامبلومون واحد من ليكيب باش يوصلهم لي الوغ لحظه برك لوج على لايف نتاعي على فيسبوك شطاب على كومنتير اوكي ها هو اللايف سي بيان بيه ايش كنا نحكي كنا نحكيو على تنسر فلو بيه تنسر فلو هو شنو هي اي بي اي باش نخدمو ديب ليرنينغ بيه الديب ليرنينغ هذا اللي باش نخدمو نجمو نستخدمو مثلا بايتورش نجمو نستخدمو ام اكس نت نجمو نستخدمو برشا حاجات نحن اخترنا تنسر فلو وقبل ما نحكيه عليه لازم نعرف شنو الديب ليرنينغ الديب ليرنينغ هو التعلم العميق معناها نحن من الاول كان عندنا الماشين ليرنينغ كلاسيك اللي هي نخدموا بالاس بي ام نخدموا دي ريغريسيون نخدموا بالديسيجن تريز مي هذوما جينيرالمون ذي دو نوت جينيرالايز ويل اون بيج داتا او لارج داتا سيتس دونك كي تبدا مثلا عندك 1 جيجا دو دوني ولا حتى 100,000 ليني نتاع داتا تنجم تخدم ماشين ليرنينغ كلاسيك تاخذ ريزولتا باهي مي اون فوا نومبر تاع داتا كبر برشا لازمنا دي زوتي بلو روبوست بور تريتي سو جونغ دو بروبليم ومنها جات الديب ليرنينغ الديب ليرنينغ هي سو برانش نتاع ماشين ليرنينغ والماشين ليرنينغ هي سو برانش نتاع ارتيفيشال انتيليجنس بور موديليزي لي بروبليم واليوز كيسز اللي عندنا دونك نجمو نبقاو برشا سوايع نحكيو على الديب ليرنينغ شنو هو مي لنا باش نحاولوا ان نلخصوا علاش خاطر اللابو هذا نيفو ادفانس باش نحاولوا ان نمسوا برشا حاجات اللي تنجم تعاونكم ديريكتومون في الكومبيتيسيون دونك ماذا بكم الناس الكلها تحلوا معايا هيك علاش من بيها الفنتر دونك جوست في جوجل اكتبوا جوجل كولاب ومن بعد كي تدخلوا اعملوا ران تايم تشينج ران تايم تايم تبين الحاجات من لي زافونتاج تاع جوجل كولاب
ولانا باش نحاولوا وي كود فروم سكراتش، نخمموا في الحاجه ونمشوا نجوجليوها نحاولوا نفهموها بالوقت ومن بعد نكوديوها. باهي، نحن شكون نحكيو؟ كنا نحكيو على تنسر فلو. دونك اول حاجه نعملوها هي import TensorFlow as TF. به TensorFlow ثم برشا دي فيرسيون. دونك نحن شنو باش نعملو؟ We are going to check the version. علاش؟ خاطر ثم دي فونكسيون يخدمو في فيرسيون ما يخدموش في فيرسيون اخرى. معناها تنجم تجيك ايرور خدمتك صحيحه ما خدمتك صحيحه بارابور ان فيرسيون قديمه. دونك ديما best practice import TensorFlow and check the version. عندنا 2.4 بي كولاب ديما ديما لي مي اجور. دونك ديما مشتاقو الفيرسيون الاخرانيه. بي بعد شنو باش نعمل؟ نحن باش نخدمو بديتا سيت كبيره. الديتا سيت نتاعنا هي AMDB. AMDB الناس كلها نعرفو اللي هي اكبر سيت ويب نتاع فيلموات وفيها ريفيوز. اهم حاجه هي الريفيوز. دونك نحن باش نخدمو على الريفيوز هذوكم. باهي منين باش نجيبو هاد الداتا سيت؟ ثم عباد تمشي تعمل سكرابينغ، ثم عباد تمشي تيليشارجي دي سي اس في، ثم برشا دي سيت ودي سورس منين باش نجيبو الخدمه هذيك او الداتا هذيك. نحن باش نختارو ان باش نخدمو بداتا سيت موجوده في تنسر فلو داتا سيتس. كيما تعرفوا مثلا في الاسكالور ثم باز دوني اسمها ايريس، ثم برشا دي باز دوني معروفين ديجا انتجري في الليبي في الفريم ورك هذيك. من الحاجات الحاضرين عندنا لنا في تنسر فلو حاجه مزيانه برشا اسمها تنسر فلو داتا سيتس. بيلاحظوا اللي مش بالضروره تعرف السنتاكس، راه تنجم تكتب كلمتين يخرج لك الريزلت. احنا حطوا له تي اف دي اس. شو معناها تي اف دي اس؟ معناها تنسر فلو داتا سيت. باه احنا باش نخدموا بالـ ام دي بي. دونك داتا سيت نتاعي اسمها هي ام دي بي، باش نحطوا الانفو نتاعها اند وي غون امبورت تي اف دي اس. باه تو نسيت السنتاكس شنو، باش نحط بوان ونحاول نتذكر بالضبط شنو نحب نعمل. نحب نجيب داتا سيت، دونك باز الكوموند هي لوت. من بعد باش نعمل EMDB reviews. علاش؟ خاطر نعرفها ديجا خدمت بها with باش نحط الفونكسيون هكا ونمشي لاوش. شنو لي زومبسيون تاع الامبورت اللي موجودين؟ exploring EMDB reviews in TensorFlow dataset. B with info true as supervised true وشافل فوق علينا منها. دونك كريتو لنا نسيت السنتاكس طول مشيت حطيت في جوجل كيلكو مو وخرج لي سنتاكس الصحيح اللي حاجتي بيه. دونك لنا باش نجي نحط with كيفاش هي with info equal true. ولما لاحظوا اللي انتم تنجموا تكوديو معايا فرد وقت as supervised. بيه الداتا نتاعي توا كلها تثبت في فاريابل اسمها AMDB. واذا كان عندكم دي كيستيون تيوريك على الديب ليرنينغ نحاول نحكي على الديب ليرنينغ اون جينيرال في وسط اللابو. بيه دونك الباز دوني نتاعي اسمها AMDB. دونك AMDB باش نحاول نجبد منها التريننج داتا والتست داتا اللي هما هذوما الحاجات الباهيه في التنسر فلو داتا سيت انه يحضر لك الخدمه بالمسبق. دونك باش نعمل train data. ومن بعد مادام عندنا train data دونك عندنا test data، ثم شكون ملول variable اللي يسميها validation. it depends on you. AMDB باهي باش نعمل train. باهي هذي علاش يعرفها TensorFlow؟ على خاطر ديجا structure تاع TensorFlow datasets ديجا يعطيك بارتين تاع training ويعطيك بارتين تاع التس. دونك فاسيلمون تكتب ديمو كلي خارج لك الريزلتات. مي وي ار ا ليتل بيت كيوريوس اباوت ذيس كاين اوف فاريبلز. دونك شنو باش نعمل؟ باش نجي نعمل برينت ام دي بي وباش نعمل برينت تايب ام دي بي. دونك نحب نشوف شنو هي في وسطها باش نفهم شنو الحاجه اللي نعملوا فيها، خاطر هذه ماهيش في شي اكسل ماهيش سي اس في ماهيش نوم باي
هذه تنسل فلو داتا سيت. حاجه اخرى نحب نعملها هي ترين داتا، نحب نشوف ترين داتا نتاعي شنو التيب نتاعها والكونتينيو نتاعها. برنت ترين داتا به ترين داتا، لازمني نستخدم اكثر ديراكورسي. نحب نعرف التيب نتاعها، باش نعطيه تايب، باش نعطيه كولي وشيفت انتري. به الحمد لله وتبارك الله عليه كعمل غلطه من الاول، صلحوا الغلطه. دونك لانه نشوفوا الداونلود نتاع الداتا سيت نتاعي، وهاي الداتا سيت لنا كبيره على الاخر، وما تشوفوش اللي تيليشارجمو في فيسع، خاطر هذه كونيكسيون انترن عند جوجل. دونك تخدم بالكولاب، وكولاب باش يعيط الفونكسيون موجوده في سيرفر نتاع جوجل. دونك من سيرفر جوجل لسيرفر جوجل الانترنت سبيد كونكشن عاليه برشا، مهما كانت الداتا نتاعك كبيره فيسع فيسع ما باش تيليشارج. بالكونتر زيد هذه تنجموا بعد تعملوا اكسبورت للسي اس في فايل وتيليشارجوا على البي سي نتاعكم. من بعد اذا كنتم تستخدموا في كولاب لازم تعمل ابلود، باش تجي لنا باش تجي تعمل ابلود للفايل نتاعك، باش يبقى برشا خاطر الابلودينغ سبيد ياسر طايح، و سي تمبوريغ معناها النوت بوك يتولي انكتيف، لازم تعاود ترانيها من اول وجديد وتعاود تعمل ابلود للفايلز. باهي نيم ايرور تايب. دونك غلطه اخرى كبيره اللي هي تايب. الكود هذا كله خدم، دونك اون ا با بيزوان دو اكزيكوتي لو ميم كود مرتين، جست شامل برينت للريزلت. الوغ الداتا سيت هي بريفيتش داتا سيت، معناها هذه تلخص لنا الخدمه نتاع الابلود، وانك تبقى تستنى ديجا يفتشي لك لي دوني، ومن بعد طول تحاول تخدم عليهم. ترين داتا زاد نفس التيب، ولنا الكلاس تنسر فلو بايثون داتا اوبس داتا سيت بريفيتش داتا سيت. دونك سي با ان تيب اوردينير دو ستركتور دو دوني. بي تو باش نبداو نخدمو في الخدمه الصحيحه. شنو باش نعمل؟ نعمل امبورت للنومباي، و باي ذا واي هذا اللينكدين تاعي، اذا كان اي واحد عنده كيستيون خاطر مانيش را في البروجيكسيون الاخرى نتاع فيسبوك، مي ابعثوا لي ميساج لنا هكا ديجا محلوله توصلني نوتيفيكاسيون. الوغ شو لنا في الكومنت كومنت. اوكي بيه شنو باش نعمل؟ امبورت نومباي. نومباي هو نيميريكال بايثون، سمي ام بي باش ما نبقاش على شكل فان عيط نومباي. بيه شنو باش نعمل؟ باش نعمل تريننج سنتنسز، تريننج سنتنسز ليستا. بايثون معروف باللي ليست، دونك باش نخدم باللي ليست. ومادام عندي تريننج سنتنسز لازم يكون عندي تريننج ليبلز. شنو معناها؟ معناها عندنا اللابل نتاع عندنا السنتنس به، نرجعوا للام دي بي. الام دي بي الريفيوز شنو موجود؟ الريفيوز اسكو باش ياخذ زيرو ولا ان، هذوما هما الريفيوز. دونك كيما نقولوا ريفيو بوزيتيف ريفيو نيجاتيف. دونك عندنا الجمله وعندنا اللابل نتاعها، اسكو الجمله هذيك خدت زيرو ولا اسكو الجمله هذيك خدت ان. دونك سي تان بروبليم دو كلاسيفيكاسيون بين المعلومه هذه مهمه برشا باش من بعد نديفلوبو كيفاش يسموها الريزو نورون نتاعنا. اما علاش ما نمشوش نشوفوا الداتا هي في روحها شنو؟ باش نمشوا نلوجوا شويه في الانترنت على الاي ام دي بي ريفيوز داتا سيت. Plus ou moins IMDB dataset 50k large IMDB dataset. IMDB review center classification. Est-ce que review avec un positive ou est-ce que review avec un negative? Donc, retourne qui veut j'insiste. En fait, pour live, je ne sais pas si les reviews sont review positive ou negative. Je ne sais pas si c'est good ou bad. En tout cas, فيسع فيسع ديركنا الوضع بجوجل، ولنا نجم نشوفوا حاجات تابعين اللودينغ نتاع لي داتا سيت
كما الـ IMDB Movie Review. بيه. دونك نحن الخدمه تاعنا باش تكون sentiment analysis. sentiment analysis هذيك باش نعملوا بها classification تاع اسكو it's a positive or a negative review. ماهوش good ولا bad كما حكيت لكم, لا it's a positive or negative. بيه. If it can, as convention, zero does not stand for a specific word, but stands for uncode by unknown word. بيهي. ثم دي ريفيو, ثم كلمات فيها مش معروفين. دونك هذيك مشكل. دونك لازمنا نحن في الديتا نتاعنا نقراو بحسب الحاجات اللي ما نعرفوهاش. ودونك لنا من قبل ما نبدو نعملو في الكودينغ, خاطر ماهوش الحاجة الامبورتانت هو الكودينغ, انا نفهم الكونتكست نتاعنا. دونك لازم نقراو. عندنا 25,000 فيلم, دونك الداتا نتاعنا كبيرة برشا. Encoded list for convenience words are indexed by overall frequency in the dataset. Donc, من بعد نحن كي باش نبدلوا الكلام هذاك نبدلوه نردوه أرقام باش الأرقام هذيك نجمو ندخلوها في الريزو نورال نتاعنا, لأن يحكي لنا شوية. For instance, the integer 3 encodes the third most frequent word in the dataset. معناها من بعد كي نجوا نحن الكلام مثلا ناخذوا فيلم The Avengers Endgame, وملقري اللي ما تفرشش فيه وما نحبهمش السوبر هيروز, اما ناخذوا هذيك مثلا كلمه سوبر هيرو ياسر يتعادوا. دونك هو باش يمشي يشوف انهم الكلمات يتعادوا اكثر وحسب الفريكوينسي نتاعهم, ومن بعد اللي باش يصير لهم كيك سوفت انكودينغ. بي اونلي كونسيدر توب 10,000. دونك هذا الشيء في الاخر مهم برشا في الفوكاب نتاعي. دونك هو باش ياخذ اهم 10,000 كلمه في الريفيوز. با اليمينيت ذا توب 20 موست كومن ووردز. علاش اليمينيت توب 20 موست كومن ووردز؟ على خاطر حاجتنا بديمو سبيسيفيك اللي يخلونا بالحق نطلعوا الريفيو هذاك بوزيتيف ولا نيجاتيف. اذا كان الريفيو يبدا فيه برشا ديمو كمان بين لي ريفيو الكل, ينجم الموديل نتاعنا يعمل اوفر فيتينغ وما عادش يطلع بالصحيح. دونك ريتوهم الكلام اللي نحكوا فيه هذا الكل من بعدش نعملوا له كودينغ. دونك اذا كان اون برون با كونسيديراسيون دو سا من الاول, من بعد لي بارامتر نتاع ريزو نورون نتاعنا مانيش نعملوا صحيح. هذوما دي ديتاي اخرين. الوغ نرجعوا لنا, عملنا تريننج سنتنسز وtraining labels. وإذا كان حكينا على training مش نحكيه على test. دونك لنا نهزنا عمل copy كله. دونك لاحظوا معايا اللي ما نستحقش برشا مش نجيب كود آخر حاضر إذا كان نبدأ فهم الـ use case نتاعي. والـ use case تاعنا هي الـ IMDB reviews positive ولا negative. بيه شنو باش نعمل توا؟ باش نعمل for loop نتاع باش نلوبي على sentences و labels in train data. اوكي ولنا باش نجي نعمل training sentences باش نعمل append باش نجي توا اللي هي training data اللي فيها الداتا كلها باش ناخذ الحاجه اللي حاجتي بها هكا هاو وباش ناخذها سو فورمات string. علاش string؟ بيه نحن كان عندنا التيب دو دوني نتاعنا هو تنسر فلو داتا سيتس. دونك لنا باش نبدلو النومباي اوكي, والنومباي هذا باش نبدل الكونتينيو اللي فيه السترينج باش نجم بعد نعمل الكالكوليشنز نتاعي. واذا كان عملنا تريننج سنتنسز لازمنا نعملو تريننج لابلز. دونك كوبي كولي فسخو labels والlabels نعملو l.numpy وما نبدلوهش string على خاطر نحن labels نتاعنا 0-1 اسكو بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك هذوما كلهم دي ديتاي يعاونونا برشا. ثم بارونتيز زيد باش نعملو نعمل run script. بيه عندي غلط, training labels is not defined. غلطة labels. اوكي يلا 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 اوكي كمل التريتمنت تاع هذا. دونك
توا باش نتعدوا للتريتمون نتاع نحن من الاول خدمنا على تريننج توا باش نخدموا على تيست جوست نبدلوا كلمه تريننج بتيست و سي بون نعمل ران مره اخرى هو توا يخرج في الداتا من تريننج داتا اون فيت من تيست داتا نخرجوا فيهم باش نحطوهم باش نبدلوا له الفورمات نتاعهم للنمباي وفي وسط النمباي هذيك عندنا سترينكس دونك شنو باش نعملوا تو سامبلومون باش نجوا نعملوا باش نبدلوا الداتا كلها باش نبدلوها نمباي اري بايثون نتيفمون فيه لي ليست نمباي سي ان امبورت نعملوه نحن باش نخدموا على داتا بلو ان دي اري معناها ان ديمنشنال اريز والكالكوليشن نتاعهم فاست على الاخر دونك باش نعمل training labels final هذوما لي لابيل باش نعمل بيهم الكلاسيفيكاسيون نتاعي باش نعطي mp array والاري هذاك ياخذ training labels به مادام عملنا training labels لازمنا نعملو test labels دونك mp لا سموها testing shift entry اوكي جاونا به توا باش نجو نحاولوا نشوفوا الداتا نتاعنا من داخل شنو فيها شيفت انتري بيه نحطوا الداتا دو تيست باش نتاكدوا اللي هي ماهيش فارغه صار اباند دونك ماهيش فارغه نحاولوا نشوفوا التيب برنت تايب هذه الحاجات المهمة برشا اللي تيب دو دوني في بايثون ياسر خاطر نبورتو في دي باكيج اخرين دونك ساعات تضيع تبدا خادم خدمة صحيحة ومستغرب يا اخي علاش ما تمشيش على خاطر بانداس وقت اللي تخدم بيه تنجم الفيد من باش تعمل انبوت لازم الانبوت هذاك يكون دو تيب نمباي ولا الانبوت هذاك يكون دو تيب ليست بايثون ولا ينجم يكون كيو دي اف اللي هو كود داتا فريم برشا انواع تاع دي تيب دو دوني دونك واحده من البيست براكتسز انك ديما تحط التايب من بعد شنو باش نعمل من بعد باش نشوف نرجعوا للتكست المزيان هذا باش نرجعوا للبارامتر كيما ديميل و شنو اخر هذاك يحكي على دي بارامتر اخرين اوكي شنو باش نعمل؟ باش نعمل الفوكاب سايز، الفوكابلوير نتاعي قداش تما من كلمة موجود، دونك نعطي 10,000، واحد اثنين ثلاثة، embedding dimension، هذوما البارامتر اللي باش نعملو بيهم training نتاع neural nets نتاعنا، باش نعطي 16، وباش نعطي الماكس لانث، ماكس لانث 120، بيه. مين احنا الجمال تاعنا ريت سمون اسكن ا كويشن اي غازي فور اس ا هذا شيء فيرنزو اوكي عندك الحق نتصور هكا تشوف كيفاش طاح ثم كيستيون يس هاف ذيس قال 7 ران سيل بليز تشيك اف ام رونج يسأل على for SL in test data for SL in يعطيك الصحة شكون سألو كي شكون صلحني شو اسمه حافظ عايش وحافظ دونك هذيك غلطة كانت باش تعبنا على الاخر من بعد اوكي عملنا الران دونك thank you very much حافظ خاطر نحن لنا شفنا اللي هي تعادت الانستركسيون صحيحه خاطر ديجا عملت لها كوبي كولي ما بدلتهاش دونك وي ثانك يو فيري ماتش فور ذات نرجع للكود نثبت فيه شوي
طلعش ثم غلط آخر. Test data testing. Test test. Je crois جاوبها بي. بي trunk type. معنى الجبل نتاعنا ما همش ما عندهمش نفس كيفاش يسموها. مش الجمل الكل عندهم نفس الديمونسيون. مثلا كي يقول لكم مرحبا بكم صباح الخير، مرحبا بكم صباح الخير، شنو عملتوا شنو كليتوا، ما همش الجمله ما عندهاش نفس الستارت والاند. كلهم يبدو من زيرو ويوفو، واحده في العشره، واحده في العشرين، واحده في الثلاثين. دونك نحن لازمنا نعمل ترانك تايب. ترانك تايب هذا باش نزيدوا دي زيرو، اما اسكو نزيدوهم من الاول ولا من الاخر تفرق برشا. نحن في كان تاعنا باش نزيدوهم من الاول. دونك نعطي بوست وثم كل الكلام اللي بيجي حكينا عليه الموجود في الريفيوز. علاش؟ على خاطر الريفيوز هذوكم ما همش كيفاش يقولوا، ما همش محينين، ما صارتش عليهم داتا كلانزينغ. دونك لازمني ناخذ بعين الاعتبار الكلمات اللي ما يفهموش والكلمات اللي ينجم يكونوا دي لونغاج ديفيرون. دونك نعطيه اوت اوف فوكابولري اللي هي معروفه او او في، والتوك هذيك التوكن. دونك حاولت ان نفسر لي ديتاي كلها. الماكس لينث الجمله نتاعي شنو باش يكون الماكس نتاعها. توا باش نجيبو نامبورتو لوتي ينجم يعمل لنا التوكنيزيشن نتاع الداتا نتاعي. معناها الداتا نتاعي دخلت كلام صباح الخير سامي، شنو هو عام؟ صباح الخير اشتغل واحد، سامي اشتغل اثنين، شنو هو اشتغل ثلاثه، عامل اشتغل اربعه. دونك ملي كانت عندنا سترينغ رديناهم ديزونتي ولنا نورال نت سنتيت نجم تجي تحسب. موفق فما شكون يسال علاش الامبيدين ديمنشن 16؟ الامبيدين ديمنشن ملي بارامتر اللي ما يفكتوش برشا الترينينغ ما مش حاول نفسرها. نحن الفوكاب ساينس تاعنا 10000، دونك نحن ال 10000 هذوكم كل مرة باش ناخذوا 16 منهم ونحاولوا نخدموا عليهم. نجم تحطها 18، نجم تحطها 20، ما ثماش قاعدة معينة باش تاخذ، ما ثماش نمبر فيكس باش تاخذ بيه الامبيدنج ديميشن. ما حاس ما قريت نمبر هذاك من بعد ما يدخلش برشا في الكواليتي اوف ذا اوتبوت. به شنو باش نعملو؟ باش نخدمو على توكنيزيشن. باهي السنتكس بيان سور مانيش حافظو خاطر طويل، باش نعطيه في كالينا متاسف لو نحطلو تي اف توكنيزيشن. دونك سي سا لو سنتكس. تي اف كيراس بروسيسينغ تكست توكنايزر، باش نهزها نعمل لها كوبي كولي. دونك انت تقراو في الكلاس ويجيكم بروف يقول لكم اكتب لي سانتاكس صحيح، يقولوا هذه حتى في جوجل في روحها عمرهم ما عملوها. دونك ماكمش هنا باش تحفظوا، لان باش تعرفوا كيفاش تستخدموا الكوبي كولي in a very efficient way. كوبي كولي به التكست نتاعي هذاك باش نردو سيكونس. بعد شوي باش نفهموا لي سيكونس شنو حكايته. وديجا كي باش نخدموا على شو اسمه، باش نخدموا على ريزو نورون، باش نخدموا سيكوينشال مودلز. علاش؟ على خاطر كلامنا نحنا نحكوا بيه كل يوم بينات بعضنا هو كلام سيكونسي. علاش؟ باهي لان عندي ايرور. شنو هي الايرور؟ نو مودل نيم تي اف تيف ب تنسر فلو، خاطر ساعات نعمل امبورت تنسر فلو. تنسر فلو اوكي جود. نحن كلامنا اللي سيكونسيال الكلمه اللي قلتها تاو متعلقه بالكلمه اللي قلتها قبل. كيفاش؟ كنت نحكي على تيف طلعت غلطه تيف، دونك بدلتها بكلمه تنسر فلو. دونك ما وصلت بدلتها بكلمة تنسر فلو كان ما خذيت بعين الاعتبار الكونتكست اللي سبقها. هذيك علاش لي بروبليم دو لان بي سو سون دي بروبليم سيكونسيال.
le présent تاعك اللي ديفيني بالباست تاعك والفيوتشر تاعك اللي ديفيني بالبريزنت تاعك. هذوك هما السيكوانشال مودلز. كان تحبوا نزيد نعمل زوم يسيرش جاست كوماند اند وي ويل دو ات. بيه شنو باش نعمل؟ باش نعمل فانكسيون تعمل توكنيزيشن، باش نعمل توكنايزر. توكنايزر كيفاش كتبتها؟ I'm not a fast typer. I try, but I'm not. Tokenizer. B. Num words. مانيش حافظها جدني بطبيعتها. Vocab size. هي اللي عملت الديفينيسيون. Out of vocabulary. Token. شنعطيه out of vocabulary tok. ولنا تشوفوا اللي لي بارامتر نتاعنا الكل من الحاجات اللي جونا مسبقا اللي رانا ديجا ديفيني. بيه هالتوكنايزر نتاعي شنو باش نعملو؟ باش نعملو فيت كيما تخدمو في الماشين ليرنينغ كلاسيك. عندك موديل شطايط ديسيجن تري، باش تعمل تسميها ديسيجن تري دي سي مثلا دي اس دي سي بوان فيت. والفيت هذيك على شنو باش يصير؟ الفيت باش يصير على تكست. دونك فيت on texts عمل training على training sentences. Okay, very good. نعملو شيفت انتري بشوف كده صحيح ولا غلط. عندي احساس اللي باش نفوتو الوقت، مي باش نحاولو ما نفوتوش الوقت. به الخدمة صعيبة ساعات. بون الخدمة ثاني أصعب خدمة سألت اللي هي التوكنيزيشن. دونك توا كل كلمة عندي موجودة في الاي ام دي بي ريفيوز ولت عندها رقم. بيه باش ما نظلمكمش خاطر برا ما ظلمتكم في حاجة، لازمنا نشوفوا شوية داتا. هاد داتا هذي شنو في وسطها من داخل. دونك شنجي نعمل له اس، ناخذ اس تي ار نو باي باش نشوفوا اصلا الباز دوني من داخل شنو فيها. نسيت ما عملتهاش. باش نعملها تو print اوكي. هذه الداتا نتاعنا. بقينا وريتكم اللابلز النيجاتيف والبوزيتيف اللي هما 0 1. مي نسيت ما وريتكمش الداتا هي في روحها شنو، لما تشوف فيها تعمل في تعمل في الافيشاج. دونك I sat through this movie this evening. الو نرجع الكرسور. كرسور اعطيني كرسور. بون كولابت بلانتا شوية نسموها. حسنا شنو باش يعطينا؟ كل ليني باش تعطينا الريفيوز الجمل هما في الواحد. موافق في ما كوشن بيه. هاي مرحبا حافظ يسأل توكنايزر يعمل ليبل انكودر على الاس تي ار. سؤال ولا جواب هذا؟ لا يسأل اسكو يعمل ليبل انكودر على الاس تي ار على على شنو الكلمه الاخرى شنو؟ الاس تي ار في يعمل ليبل انكودنج على الاستير. هذاك علاش نحن عملنا اس دوت نمباي، رديناه نمباي ما عادش انفورمان تاع الليبراري تاع تنسر فلو وبدلناها استير. دونك من بعد التوكنايزر هذاك باش يخدم على الاستير. ثانك يو فور ذا كويشن. به هكا الاستير جاب لنا الجمل هذيا. فيرست اوف اول Richard is wonderful, good comedy and mystery thriller at the same time. Nice combination of strange dogma style of telling the story with good music and great actors. لنا تنجم وتعرفوا اللي الريفيو هذا positive. دونك باش ياخذ دونك لنا خذينا الداتا اللي هي تشوف فيها الريفيوز هذوما وعندهم 0 1 اسكو بوزيتيف و نيجاتيف. دونك نتصور فهمين بعضنا. دونك كي جينا عملنا توكنيزيشن، التوكنايزر هذا الكلمات ما يفهمهمش باش يحطهم او او في. النومن تاع الوردز هما 10000، الفوكاب سايز 10000، وهو باش يردوا ارقام.
الليتاب هذه ديما في الـ NLP مع تنسر فلو باش نخدموها ديما دونك حتى في كومبيتيشن مع بعض حاولوا تستخدموها به شنو مازال لنا تو عملنا توكنايزر وورد اندكس به ثم كود تو باش الناس نعملوا كوبي كولي خاطر نتصور فهمتوا شنو حابين نعملوا جبنا الباز دوني الباز دوني هذيك فهمنا التيب نتاعها كونفرتين التيب شفنا الداتا كيفاش باش نجمع نعدوا لي بارامتر صحاح عملنا لهم توكنيزيشن توا باش نجيبوا كاد حاضر وفيسع فيسع ما باش نفسروا به الناس الكل تدخلوا معايا جيت هاب موفر دقيقه قبل ما تعدى فما شكون يسال باش نجمعوا تدخلوا البليان هذا جيت هاب MWFK NLP from 0 to 0 ديجا ها باش نهز اليان باش نحطو في الفيسبوك كماند به منا باش نجيبو بارتي من الكود دونك تاو انتم متابعين صحيح جبتو كود هذا خدمت عليه في تنسر فلو سبيسياليزيشن سيرتيفيكيشن نتاع ديب ليرنينغ دوت اي اي و معناتها على الاوفيشال بروجرام نتاع جوجل باش تولي تنسر فلو جوجل سيرتيفايد سيرتيفيكيشن $200 وتوا تاها قال لي راهو الكونتنت بريسك 100% يشبه التنسر فلو سبيسياليزيشن نتاع ديب ليرنينغ دوت اي اي اللي موجود على كورسيرا وباي ذا واي اندرو انج اللي هو عمل ديب ليرنينغ دوت اي اي زاد هو اللي عمل كورسيرا وعنده برشا حاجات مزيانين على الاخر بعد نحكي عليهم في التورك وبربي كان تحسوا ثم حاجه فلوه ثم حاجه سكي ما منيش باش ناكل حتى يات فيكم ومالغري هي نجمو زاد تحسوها سهله مي راهم بعد كي ترجعوا تحاولوا تمانيبيلو وحدكم سي با سي ايفيدون مي جو بونس بي مانيش نعطيكم الريبو بالضبط وين موجود بالضبط الكود هذا علاش باش انتم تدخلوا للفولدرز كلها وتشوفوا الكونتينيو تاع الفولدرز كلها تحاولوا تعلموا منهم الكل ليه من كنا نحن untitled 5 بدنا نسموه AMDB اوكي ليه صرنا للتوكنايزر باش نشبوا كود الحاضر بيكود هذا اللي ذي نخلوه وحده ونفسره مش فسره بالكلمة بالكلمة word index بيه نحنا التوكنايزر انتانا مش عطانا 1 2 3 4 5 على الجمل كل كلمة في كل جملة دونك الword index بيش يهز الاندكس انتع كل كلمة اذا كان واحد اسمه سامي هو جاي في وسط الجملة بيش يجي مثلا سامي رقم 16 دونك كل ما بيش يجي سامي بيش يبدلها ب 16 بيه وهما دي سيكونس مثلا نقول لكم صباح الخير شنو عملتوا البارح هذه سيكونس دولاني الكود نتاعها باش يكون 10 13 70 6 نعطيكم جمله ثانيه يا اخي ريفيستو الاكزامات نتاعكم باز ما ريفيستوش دونك هذه سيكونس الثانيه نتاعي باش تكون 103 5 20 0 ل 0 ل 7 مثلا دونك سو سون لي سيكونس اللي خرجناهم من الداتا سيت نتاعنا باش نعملوا بادينغ البادينغ شنو مش كل جملة عندها نفس النهاية جملة فيها 5 كلمات وجملة فيها 30 كلمة دونك 5 باش نزيدوها 25 صفر و 30 باش نزيدوها صفر ما نزيدوها حتى شيء معناها باش يولوا الجمل كلها عندهم نفس اللونغور دونك هذاك هو البادينغ تيست سيكونسز تيستينغ سيكونسز دونك الداتا نتاع التست باش نعملوها توكنايزيشن زاده التست التكست هذاك باش يولي سيكونس اما سيكونس نتاع ارقام والسيكونس هذوك باش نعمل لهم بادينغ باش يكونوا بنفس اللونغر نفس الكل دونك كود مزيان رانو نتصور فهمتو خاطر نور سايب برشا ولا نخلي كومنتير فروم وورد فما حاجه ما فهمتش تيستينغ سنتنسز از نوت ديفاين هذه باز كتبتها بالغلط كيلك بار Testing sentences.
B. Testing sentences. Ah, sequences. OK. الغلطة وين؟ Testing sentences. أول ما فهمناش هي testing sentences. نزي هذي. نرجع. Testing sentences. Behavi training labels with them of testing sentences. Testing labels, test labels. Bon, qui t'a de code from scratch, puis sur barcha alpha zeta dom. Bien, voilà, j'ai le web test sentence. شباب المشكلة تحلت كالعادة كتبت كلمة بالغلط دونك حاجة من البيست براكتسز ديما خلوا بلوك نوت هكا على جنب حطوا فيها اسامي لي فاريابل نتاعكم ان شاء الله تحل اليوم البلوك نوت بون هي باز فيها حكاية بيرسونيل دونك جوست باش نوريكم ونسكرها لان اوكي شفتوها هاي باي جوست حطوا اسامي لي فاريابل على جنب باش ما تبقوش تعملوا في الاخطاء الفظيعة هذه malgré ça, test sentences. Ok, nous avons le workshop. Donc, tu as tout le kelma, on a entier, ou on a les séquences dans les entiers. Mais qui a dans les entiers, on a dans les clims. اما فونكسيون اسمها reverse word index بليف مي راه كان بديت معايا من الاول في لابو راهو تنجمو تابعوني على الاخر خاطر I'm coding and explaining at the same time دونك ملي كان عندكم لي سيكونس نتاع الكلام وهما دي زونتي توا يبدا عندك لي زونتي باش ترجع لي سيكونس نتاع الكلام جوست فونكسيون صغيره اسمها reverse word index باش ناخذ لي زانديكس اللي عملتهم و ولي زونتي هذوكم باش نرجعهم للكلام الصحيح خاطر عندي ديكسيونير نتاعي اللي فيه سامي رقم 17 كما قلنا قبيله هو ستان اكزومبل دونك سامي هذاك رقم 17 دونك توا كي نعطيه 17 يرجع لي سامي العكس وهذا ساعات تعاونكم باش تفهموا اكثر الداتا نتاعكم والكود نتاعكم كيفاش يتصرف اذا كان عندك جمله سبيسيفيك تحب تستي بها وباش نجوا للحكايه الصحيحه توا اوفيسيلمون عملنا ديجا التريننج نتاع عملنا البروسيسنج نتاع الداتا باش نخدموا على ان ال بي توا باش ندخلوا في البارتي نتاع الريزونر ما بقالناش برشا وقت بقالنا 4 ساعه دونك باش نعمل موديل الاولاني فروم سكراتش ومن بعد نجيب نعمل دي كوبي كولي باش نربحوا الوقت الموديل الاولاني شنو اسمه باش نحاول نخدم من الاول بالسي ان ان شنو سي ان ان؟ سي ان ان هما الكونفولوشنال نورال نتوركس حاجه مهمه برشا علاش خاطر الهيومن برين كي مثلا يشوف عبد يشوف الادجز نتاعو يشوف دونك فاسيلمون الهيومن برين ينجم يفرق بين السكس اسكو ماسكولا ولا فيمينا مرا ولا راش من غير ريالمون ما يشوف العينين والخشم والفم جوست يشوف لي سيركونفيرونس نتاع الوجه ولي ديمونسيون وينجم يعرف علاش على خاطر المخ هو كيفاش تطور يعني كيفاش جانا يعني ثم ال كيفاش يسموهم نورو ساينتيست لي بايولوجيست لي بون نحب نلوج عليه في جوجل مش تاخذ شويه وقت مي الفكره شنو الفكره انه الماشين ليرنينغ ريالمون العباد اللي بدات تخدم فيه ماهمش ديزانفورماتيسيان تنجم تلقيها نورسكاتس تنجم تلقيها بيولوجيس والعبيد هذوما يفهموا كيفاش المخ يخدم
كيعرفوا كيفاش المخ يخدم. ثم عباد نجمة النولج هذيك تردوا بروغرامابل، معناها تردوا خوارزميات وتردوا مات باش نحنا نجمو توا نستخدمو. دونك سي ان ان يعمل هاك كي تخدم بسي ان ان، ثم عنده برشا دي فلتر، تنجم تعمل فلتر نتاع عيني، تنجم تعمل فلتر نتاع خشم، تنجم تعمل فلتر نتاع فم. علاش السي ان ان يشد الداتا ويركز على حاجات معينه في وسط الداتا ويخرجها لك. دونك ايلون ماسك كيسالوه على الاوتونوموس فيكولز والكل، يقول له اسكو تو بو تريتي تو لي كا بارتيكولير، تنجم اون فيكول في الطريق تعرضها. هو في الاندستري يقول لك لا راهو امبوسيبل. قال لهم وين نجمو، لازمنا جوست واحد فاهم بالحق لي ريزو نورال كيفاش يخدمو، وفاهم لي كرنال. قال اي حاجة في الدنيا سوسون دي كرنال، ولي كرنال هذوك هما لنا باش نسموهم لي فلتر. اذا كان هو يعرف ليكواسيون ماتيماتيك نتاع الفلتر هذاك، دونك لوبجي هذاك ينجم يديتكتيه. دونك كي باش نحكيو على فلتر نتاع عينين ولا فلتر نتاع خشم، راهو ستون ماتريس. منها تجي الكونفولوشنال. شو معناها الكونفولوشن اصلا؟ شو معناها كلمة تنسل؟ تنسل شنو؟ عندنا سكالر رقم عادي، عندنا فيكتور هو رقم عنده ديريكسيون، وعندنا مالتي دايمنشنال فيكتورز اللي هما بعد باش يولوا تنسورز. التنسور ريتو انواع الارقام كيما لي فيكتور كيما رقم عادي انونتيا ناتورال، هما كلهم ديكا بارتيكولير من التنسورز. دونك ماتيماتيكمون كي نشد تنسور نضربو في تنسور اخر، هذيك تتسمى برودوي دو كونفوليسيون، منها جد convolutional neural networks. دونك هما جيب الماتريس اللي فيها الداتا صحيحة، ومن بعد الداتا هذيك تضربها في ان فلتر. اذا كان عندك الفلتر نتاع الخشم، دونك الداتا ملي دخلت الداتا فيها برشا حاجات باش يخرج لك ان خشم، باش يخرج لك ان فم. هذا الشيء باش نابليكو نحنا في الان ال بي. دونك باش ندخلو برشا داتا، وهو ملي فلتر هذيك باش يحاول يخرج لي حاجات بلو سبيسيفيك. أنا عبارة واحد داخل بعضه وش تعطيه حربوشة يقولي أفكاره منظمة. طيب سيسا بالبسي انان، والحقيقة الانتريسون تعجبني على الأخر في السي انان، نتصور الناس كلها تعرفوا أندرو هانج اللي هو تاع كورسيرا به أندرو هانج. السي انان هذا بطبيع الناس كلها تعرفوا، الناس كلها تحبوا، غني عن التعريف بتتر بعض في البارن عاود نحكوا عليه. هذا بوه هو اللي عمل السي انان، بو أندرو هانج حسب ما قريت قبل هو اللي عمل السي ان ان. به وين بايه بعد بو ما عملش السي ان ان كوتي الجوريثميك ولا كوتي انتليجنس ارتيفيسيال، لا هو فهم كيفاش المخ يخطب. المخ ديما يشوف الادجز، نسيت بالعربي ادجز كيفاش. ومن بعد جاء ولده هو اللي طور نحكي ناشوناليتي اما ما نقول سبوز شادون انا حاطه له فايل parents Singapore computer science حاسيل. دونك لي سيونس تما برشا انا تاع دي سيونس، ولي سيونس هذوما قاعدين يخدموا مع بعضهم باش نحنا اليوم نوصلوا للريزلت المزيان هذا ونستخدموا الحاجات هذه فاسيلمون. دونك شنو باش نجي نعمل بارامور لابو باش نفوت شوية ساعة باش نعمل موديل سينن، موديل سينن مع التنسر فلو. كيراس كان كيراس هو الهاي ليفل تاع الاي بي اي، معناها كل ما تغطس اكثر في الكيراس راك ترجع للتنسر فلو. كي تخدم تنسر فلو ناتيف سي ان بو سي ان بو ديفيسيل. دونك الهاي ليفل هو كيراس، وتوا ثم فيزيونمون كامل بين الكيراس والتنسر فلو. دونك ما عادش نحكيو على التنسر فلو وحده كيراس وحده، راهم they are the same exact entity، واللي هي عامله برشا حس البريود هذايا شنو هي الفرق بين كيراس والتنسر فلو، راه ما عادش فرق من بيناتهم. الوغ باش نجيب اللاير الاولاني نتاعي اللي هو التنسر فلو لا 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 الحمد لله تنسر فلو كيراس layers ونحن باش نخدمو على embeddings كتبه بصحيح embedding. به نجيب الفوكاب سايز، فوكاب سايز embedding dimension embedding
dimension. وعندي input length. شنو هو الماكس نتاع الانبوت نتاعي؟ شنو هو الماكس نتاع الجمله تنجم تاخذ؟ دونك عندي انبوت عندي به دونك الفوكاب سايز 10000 باش ناخذ منها اشاك فوا باش ناخذ 16 ومستنتج هذوكم باش نشوفوا انبوت لانث ماكس ماكس لانث به هذا اللاير نتاعي الاولاني. اذا كان الكود ما خدمش باش نذبحوا الوقت ابارمون باش نعمل له كوبي كولي اذا كان ما خدمش به TF كيراس دونك هذا اللاير الاولاني نتاع ريزود نوران نتاعي هذا اللاير الثاني دونك اللاير الاولاني هو اللي كنا نحضروا فيه دونك ريت الخدمه اللي سبقت هذه الكل جوست باش نحطها في اللاير الاولاني. اللاير الاولاني شنو فيه؟ فيه الانبوت نتاعي فيه الماكس كل جمله شنو تنجم تكون ونجمو نشوفو ليان يعاوننا في الخدمة هذي. انتر طون الناس كلها تحطو ليان هذي اذا كان تحبو تفهمو اكثر ليه الوليني شنو فيه. ماشين ليرنينج ماجستري يوز embedding layers deep learning. اوكي بتبيع الجملة كلها غلطة وبصلحها وحده هاي اللي عندي محلول هلو خمت حل اليوم شمك ستي الناس كله ابعث لك استمتعكم به نرجع كيراس امبيدنج لاير شنو فيه؟ input dimension the size of the vocabulary output dimension the size of the vector space in which rows will be embedded و input length شنو هو length max نتاعي. دونك هكا حاولوا انكم تكودوا ترجعوا كوتي تيوريك يعاونكم بوغ افونسي خاطر هذا اللاير الاولاني كي تفهم اللاير نتاعك تنجم بعد تعرف اللاير من بعد شنو باش يجي. الوغ نحن وين؟ معنا لنا شنعمل تي اف كي راس لايرز شنعمل كونفوليسيون باش نخدم بالسي ان ان شنعمل كونف كونف ماجيسكول ولا مينيسكول كونف واندي علاش كونف واندي اذا كان مثلا نستخدمو بديزيماج تو دي هذا نوار بلون les images bleu couleur je ne تفرق اذا كان تخدموا على دي زوبجي 3 دي تفرق دونك الكونفوليسيون نتاعك سي ان ان نتاعك باش تستخدموا راهو حسب الداتا اللي عندك والداتا اللي عندي هي موجوده في اري الاري ذيك في ارقام معناها سيكونس 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 معناها عندنا ان تابلو تابلو سامبل وان دايمنشنال دونك نعمل كونف وان دي باش نحط فيه 128 128 هو البارامتر الاولاني نتاع قداش من لاير عندنا ومن بعد نعمل تي 5 هو الكيرنل باي اكتيفيشن باي اكتيفيشن باش نخدمو بالريلو الريلو فانكشن تنجم تجيو لنا تو سامبلومون تحطو ريلو فانكشن تعطينا فالور بين الزيرو ومن بعد تمشي وتكبر حتى للانفيني. الريلو ديما نعملوها في وسط الريزو نورون ما نعملوهاش في الاخر نزيد الريفيو به لي تاي نتاع الجمل نتاعي ينجم يكون التاي نتاعهم فاريابل دونك نحنا باش نتفادو المشاكل هذيك شنعملو حاجة اسمها average pooling وباش نخدمو على حاجة اسمها global average pooling. global average pooling مادام خدمت بالconf 1D دونك global average يكون global average 1D دونك ما هوش الكود الكل هنعرفه ما يخرجوا في ميزور دونك شو برمو ديبوغي بعد شنو باش نعملو باش نعملو dense layer. شنو هما dense layer؟ dense layer هما اللي ريزود نوران ديما في العادة يتسمو black box خطر layers انتانا ما نش عارفين ريال ما فيش قاعدين يعمل ومثلا نجمو ناخدو regression linear. regression linear هي shallow neural network كي نحطو برشا layers في تنسر فلو نعيطو للدنس لير
معناها اللي هذيك ماهيش ار ان ان، معناها ماهيش ريكورسيف، ماهيش ال اس تي ام، ماهيش جي ار يو، ماهيش سي ان ان، ستون دانس لاير للموديل نتاعك. بي اش نعمل تي اف، تي اف كيراس، تي اف كيراس لايرز بون دانس، هذه دانس لاير نتاعي 64. بي لي بارامتر هذوما تشوف فيهم تنجم تبدلهم كيما تحب، مي التبديل نتاعهم يبو افيكتي الموديل نتاعكم. مثلا مش قاعده معينه شنو هو النمبر اللي باش يجيب لك الموديل به. دونك لازم تستخدم برشا ارقام باش تعرف انهو الحاجه اللي بهي. ومن بعد كي تولوا اكسبرتس باش يولي عندكم ثم انتويشن. اما بالنسبه لتو جوست تبعوا دي كود قدم وفيها برشا زهر زاد. الوغ من بعد ما عملت هكا عملت دانس لاير، نتصور نزيد نجم نزيد لايرز قد ما نحب. مي نحنا باش نخلو الحكايه سهله. شنو باش نعملو؟ باش نعملو لاير اخراني اللي هو باش يعطيني اسكو بوزيتيف ولا نيجاتيف، اسكو زيرو ولا ام. دونك تي اف كيرس لايرز بوان دانس شنو نعطيه؟ نعطيه ام. معناها عنده تو لايرز، يا زيرو يا ام. باش نعطيه اكتيفيشن، اكتيفيشن نعطيه سيجمويد. علاش سيجمويد؟ علاش مش ريلو؟ سيجمويد بينير، سي اون كلاسيفيكاسيون بينير، دونك نخدم سيجمويد ما نحطوش ريلو. عمركم ما تحطوا ريلو في اللاير الاخرين. به راني جاني حتى ايرور. بون لازمني نشعل الضوء. الدنيا تلامت. موديل سي ان ان سامري، سامري هي باش تعطيك الريزومي نتاع الموديل نتاعك. هذا الموديل نتاعنا يعطيك الافرج بولينغ اش عطاه، الكونفو اندي اش عطاه، الدانس لاير شنو عطاه. من بعد اش نعمل؟ موديل سي ان ان كومبايل. بيه كي باش نعمل كومباير مش لازمني لوس فانكشن. اللوس فانكشن نتاعي هو البروبليم نتاعي، سي تان بروبليم بينير. دونك لازمني نعطيه اللوس فانكشن اللي تخدم على حاجه بينير اللي هي باينري كروس انتروبي. واذا كان عندكم بليزيور كلاس يظهرلي مالتي كلاس كروس انتروبي حاجه كيما هيك. ان شاء الله يطلع كتبتها بصحيحه، باينري كروس انتروبي. اوكي اوبتمايزر. بي ثما بليزيور اوبتمايزرز. في العاده كي نخدم على حاجه كلاسيفيكاسيون بينير واخترنا اللي في اللاس فاكشن باينري كروس انتروبي دو بريفيرونس نحطو دي اوبتمايزر ادم. ثما برشا دي اوبتمايزرز، مي ثما بيست براكتسز في الشوا نتاعهم. نجم حاجه تعطيك ريزلتا باهي، مي عطاتك ريزلتا باهي سافا با ديغ اللي هي خدمت من داخل بصحيح. نجم تكون عطاتك اوفر فيتينغ. المتريك نتاعي هو الاكوريسي، تنجم تختاروا حاجات اخرين، مي بالنسبه ليا تو حاجتي بالاكوريسي نتاع الموديل نتاعي شنو. به نعمل له ران اون برانسيب فيهوش غلطه. نوم ايبوك. به نوم ايبوك شنو معناه؟ معناها الريزو نورون نتاعي قداش باش يبقى يتعلم من حقبه. ايبوك هي حقبه. علاش؟ خاطر المخ نحن ما وصلناش لليجور جي هذا نتاع ليفينمون. انا عشنا معلش 20 سنة ونحن نتعلم، دونك هذيك كل عام يتعدى في حياتنا هو ايبوك. دونك الريزود نورون لازم نتعلمو عبارة ببي صغير حتىش الكبر. دونك النومبر ديبوك انتم ماذا بيكم تحطوا 50 100 200؟ بالنسبة لي باش نحط 3 باش ما يبقاش الموديل يتريني برشا وهو يتريني. معناها انتم في حياتكم عديتوا برشا اكزامينات، عرضوكم برشا ديز اكسبيريونس تعلمتوا منهم، دونك هذيك الاستوريك بيرسونيل تاع كل شخص. حتى الريزود نورون عنده استوريك بيرسونيل نتاعو الفول سوفغاردي. اي واحد فيكم اذا كان فاسخولو ذاكرتو ما عادش ينجم يعيش. دونك ريزود نورون زاد لازمنا نحتفظو له بذاكرتو باش من بعد نشوفو ليفوليسيون نتاعو كيفاش يتعلم. دونك هيستوري
هيستوري بي الهيستوري تاع شكون كيما نقولوا هيستوري تاع سامي هيستوري تاع احمد هيستوري تاع اكس تاع جريك شخص نتاعنا ريزود نورون تاعنا اسمه موديل سي ان ان دونك نقولوا هيستوري موديل سي ان ان موديل سي ان ان دوت فيت بي وفي الفيت هذا فيتين نعملوا بادد معناها راه عندنا كيس فورات باش يولي لونجور كيت كيت training labels final مادام حطينا training معناها الداتا هذيك ابقى تعلم عليها pendant trois époques احنا ديجا عملنا numepoc validation data علاش validation data انتم في حياتكم انتم تكبروا في مخاخكم باش تعرفوا صحيح من غلط تجيكم ديز اوبستاكل في الاوبستاكل هذاك تعرف اسكو اللي شوا اللي عملته في حياتك صحاح ولا غلطي دونك الفو فاليدي اللي شوا نتاع البشر والريزود نورون زاد الفو فاليدي اللي شوا نتاعو دونك نعطيه داتا ما شافهاش قبل اذا كان تعرف بصحيح سكو ربينا بصحيح اذا كان تعرف بالغلط سكو مش متربي لازم نعاودو ربوه من اول وجديد سي اكزاكتومون سا اللي يصير لداخل انرا Okay, failed to convert a NumPy to a tensor unsupported object type. Donc l'erreur est in history CNN test labels. Okay. Here, plus ou moins. كي تكودي لايف شنو يصير وقت اللي تحب تخدم فروم سكراتش مي بالنسبة لي عملت باك اب بلان وكاو عملت غلطة في اللايف باش نجيب الكود نتاعي الحاضر اللي قبل ما يكون حاضر زيد عملت فيه برشا غلط مي باش ما نضيعوش برشا وقت اون فا تيستي بيه Training labels is not defined. Training labels final is not defined. Okay, on va le définir. Training labels final. Okay. نعدو به تيست ايبوك نوم تيست ني تيست هذي validation ونجربو هك final حاولوا موديل سي ان ان الغلطة في اسم الفاريابل عندي دو فاريابل ما عندهمش نفس الاسم دونك سي سا شنو باش نعمل باش نعاود ننزل الكود نتاع من اول الوركشوب ومن بعد اسم الفاريابل باش يتصلح خاطر خليت تراس نتاع الكود اللي هو يخدم اوكي ام دي بي ام
سينو خلوا هذاك يترينا ونمشوا نشوفوا الريزلتا فينال. علاش نمشوا نشوفوا الريزلتا فينال؟ خاطر ستان ريزولد نورون باش ياخذ شويه وقت في الترينينغ. هذه هي ليبوك لولا 1 سور 3 داكوغ. اوكي اوكي ما نشوف الريزلتا الاخرى قاعد يتريني فيسا عطينالو 3 لايرز كهو با بلوتو 3 ايبوك كهو لاكريسي نتاعنا 0.93 سي بون الموديل كامل التريننج. دونك البروبليم اللي صار في الكود انه الفاريابل هذه تيست تيستينغ ليبلز فاينل و ابارامون كنت مسميها تيست ليبلز فاينل. دونك سيتي سا لو بروبليم. عاودنا هزينا الكود صحيح عاودنا عملنا له كوبي كولي وصار لنا تريننج نتاعنا. دونك سي ان ان عطاني ريزلتا على تغواز ايبوك نتاع ديما نحاولوا نشوفوا مش الاكوريسي هذي حاولوا نشوفوا الفاليديشن اكوريسي 0.83 ماهيش الريزلتا بها على خاطر ما عملناش لي بارامتر بلي كدا لازمنا اون اكسبلور افيك دوطخ بارامتر ونزيدوا في النمبر دي بوك 3 راهو شوي ماذا بينا نحطوا 50 100 ومن بعد اون تيست به تو باش نعملوا فيزواليزيشن نتاع الفيزواليزيشن نتاع الموديل اللي عندي حاجه سهله برشا. الهيستوريك اللي كنا نحكوا عليه ما قلنا كل موديل عنده الهيستوريك نتاعو الهيستوريك هذاك باش نهزوه باش نشوف الموديل نتاعنا كيفاش تعال. ديجا كي نراو الريزلتا لنا فاليديشن اكوريسي عامله هكا والاكوريسي الزرقاء طالع هكا نفهموا اللي ديجا ما فماش برشا دي زيبوك لنا ملوطه تنجمو تشوفوا لي زيبوك ولنا تنجمو تشوفوا الاكوريسي لنا تنجمو تشوفوا الفاليديشن لوس معناها على ال على تيست داتا سيت اللي فاليديشن داتا سيت وتنجمو تشوفوا اللوس على ترينينغ داتا سيت هذوما نوبل دي زيبوك وهذوما اللوس. دونك الموديل نتاعنا لازمو برشا improvements و أول improvement كي صوتو زيرو معناها هو نزيدو number دي بوك. بون فوتنا الوقت المحدد للوركشوب بدرجين. دونك شنو باش نجي نعمل؟ باش نجي ندخل انا للريبو اللي بارتاجيتو تحت الفيديو نتاع اللايف باش نعمل كوبي كولي جوست الكود نتاع ال STM. ال STM هو long short term memory long short-term memory اللي هو invariant des RNN recurrent neural networks هذوما ينجموا يحفظوا الماضي بالكدا وما ينساوش الفالور نتاع لي فالور ريسونت ما ينسوهمش والفالور ريت القدوم ما ينسوهمش. نحاول نعملو ترينينغ. بون الناس الكل تنجموا تيجو كود في NLP from 0 to hero هذا الكود اللي كنت نعمل فيه من اول الوركشوب نجمو تحلوه طول طول على الكولاب ونشوفو لل STM موديل نتاعنا شنو. من بعد في الكومبيتيشن جوست لي موديل هذوما حطوهم كيما موجودين ان شاء الله تكون الريزلت نتاعكم باهي. بالطبيعة ماهمش ذا بيست موديلز لازم تبدلو شوية حاجات شوية دي بارامتر باهي. كولاب ما حبش يتحل في الجيتاب مي الكود موجود. حاولوا نسكروا الفنتر الزايدين. طه كان فما اسئله ما يسالش فيزي باش نربحوا شويه وقت سينو تنجموا تبعثوا على اللينك دي فما اسئله اسئله كبيره شوي فما شكون سالت طيب اسكو نجموا ندخلوا راندوم فورست كلاسيفاير لنا به هو شنو هو الفكرة نتاعه شنو يقصد به random forest classifier وين يحب يدخلها بالضبط؟ كان خالد كانت نجم تعاود تسألته به لل STM نتاعنا كمل التريننج نتاعه الاكوريسي على التريننج داتا 0.89 وفي الفاليديشن داتا 0.84. دونك ترجعوا للريبو هذيك ثم BLSTM model ثم GRU model models اللي هو موديل واحد وثم BLSTM GRU برشا دي موديل ديجا
خدمت ما تتروبوزي عطاني دي ريزولتا باهين دونك سي تابو دو ريشانجي وان شاء الله زينا في الكومبيتيشن. بالنسبه للخدمه تاعنا خدمنا سي ان ان فروم سكراتش. بون فروم سكراتش كان فيه غلطه اسم الفاريابل غلط. البلوك نتاع الكود اللي فيه اسم الفاريابل غلط بدلناه بالبلوك نتاع الكود اللي ديجا موجود في الكتاب وخدم عطى ريزلت صحيحه. ومن بعد جربنا ال اس تي ام فيت في وعملنا البرنت نتاع الموديل نتاعنا. دونك this is coding from scratch, coding live. ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكونوا تابعتوني بالكدا في الوركشوب. واذا كان عندكم اسئله feel free to ask them and if there is no question good luck for the competition. Thank you. ابراهيم موفق. نكملوا اللي قال راندوم فورست. قال في الفوكاب من غادي للاخر به راندوم فورست. الراندوم فورست اذا كان باش تخدم به ماذا بيك تخدم بحاجه انسامبليست. علاش؟ على خاطر راندوم فورست اذا كان تعطيه برشا داتا باش يعمل لك اوفر فيتينغ فيت في زاد اوفر فيتينغ. ماذا بيك تخدم حاجه انسامبليست كيما الناس كلها تسمع بالاكزي بوست والكل. مي راه في الكا هذا اللي نخدمه فيه ما ننصحكش. علاش؟ على خاطر هو ماهوش مهيئ للتاش نتاع ال ان ال بي. راندوم فورست شنو يجي يعمل؟ عنده شجره يبدا يقسم في البرانش بشوي بشوي ومن البرانش هذوكم باش يخرج دي ريزولتا. دونك ريالمون سي با لاسبي ريكورون. دونك يخرج من التام نتاع ال ان ال بي. نحن حاجتنا بحاجه بخون كونسيديراسيون دو باسي بور بريدير لو فيتور. دونك سي سا لو كونسيبت. اذا كان تحط راندوم فورست صحيح هو بروبليم تاع كلاسيفيكاسيون بينير مي سي با الالغوريثم ا يوتيليزي. ان شاء الله نكون فسرت شوي. Last question. Smartest Alcat is a tokenizer is switchable to deal with any type of words, even Tunisian or Arabic words. كيفاش؟ سحر تقول اسكو توكنايزر نجم يخدم بالتونيجين والعربيك ووردز؟ اوف كورس ينجم. اوف كورس بالطبيعه نجم يخدم. علاش؟ على خاطر هو باش يهز الكلمه كيلكو سوا وباش يعطيها ان نومبر. معناها ما يقلقوش التوكنايزر اللغه اللي انت باش تخدم بها. دونك يس نجم تخدم به. واذا كان تحبوا نعملوا دي ورك شوب على اللونج اراب خلوا دي كومنتير. نجم نعملوا ان اوتر ورك شوب نهار اخر على use case Arabic language. Inshallah, c'est bon. Thank you. Thank you. Inshallah, next call at the competition. Good luck. Thank you.